وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام احدث الوسائل والتقنيات الالكترونيه والتكنولوجيه في منظومه عمل المحاكم واجراءات التقاضي بما يحقق سرعه الانجاز وحوكمه الاجراءات. وخلال اجتماعه بوزير العدل المستشار عمر مروان اطلع الرئيس السيسي على مستجدات تطوير منظومه الشهر العقاري حيث وجه بمواصله كانت جميع الفروع ومكاتب التوثيق فضلا عن تعزيز عمليه انتقاء وتاهيل افضل العناصر والكوادر البشريه للعمل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع تناول متابعه ابرز محاور تطوير منظومه التقاضي على مستوى الجمهوريه خاصه ما يتعلق برفع كفاءه مقار وابنيه المحاكم الحاليه في جميع المحافظات او من ناحيه تطوير الجانب التقني بها حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام احدث الوسائل والتقنيات الالكترونيه والتكنولوجيه في منظومه عمل المحاكم واجراءات التقاضي وتوفير الموارد الماليه اللازمه في هذا الشان بما يحقق سرعه الانجاز وحوكمه الاجراءات بهدف تقديم خدمات مميزه ومتطوره للمواطنين وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومه الشهر العقاري حيث وجه السيد الرئيس بمواصله ميكنه جميع الفروع ومكاتب التوثيق لتطوير اليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه فضلا عن تعزيز عمليه انتقاء وتاهيل افضل العناصر والكوادر البشريه للعمل به في ضوء اهميه هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليوميه للمواطنين على مستوى الجمهوريه